يهدف الصندوق إلى تعزيز التعاون الدولي النقدي وإنماء التجارة العالمية وتثبيط أي سياسة قد تضر بالرخاء العالمي، مما يضمن استقرار النظام النقدي ونظام أسعار الصرف والمدفوعات الدولية. كما يعطي الصندوق قروضاً مالية ومساعدات للدول التي تحتاج حلاً لمشكلات العجز المؤقت في موازين مدفوعاتها، مما يساهم باستقرار أسعار الصرف وتحسين الوضع الاقتصادي لديها. يوفر صندوق النقد الدولي المساعدات الفنية والتدريب للمسؤولين الحكوميين في البلاد الأعضاء لتنمية قدرات حكوماتهم من أجل تنفيذ سياسات اقتصادية سليمة. كما يقوم صندوق النقد الدولي بمهمة رئيسية، وهي ممارسة الرقابة على الدول الأعضاء عن طريق متابعة التطورات الاقتصادية والمالية، حفاظاً على الاستقرار ومنع الأزمات في النظام النقدي والدولي. كما يقدم الصندوق بعض التوصيات بعد تقييم الأوضاع الاقتصادية في البلد العضو، مما يسمح بتحقيق نمو مستدام.